بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده وخطيره جدا ان شاء الله تنبسطوا منها. عاملين وصفتين يجننوا. اول وصفه هنعمل طاجن كده بطاطس بيوريه، والحشوه بتاعته فراخ كده مع شويه خضار، لذيذه جدا جدا. يعني هو كده طبق متكامل، عايز بس مثلا رغيفين ولا حاجه من العيش، او لو تحبوا تاكلوه بس كده البطاطس مع الفراخ من غير عيش ولا اي حاجه، هتبقى برده ظريفه جدا مع طبق سلطه وبس، خطير ان شاء الله تنبسطوا منه قوي. الوصفه الثانيه بقى معانا منورنا لبن لبنيتا، هنعمل رز بلبن بنكهات مختلفه بجنن. يعني عايزين ناكل حاجه حلوه لذيذه كده، هنعمل التوبنج بتاعها ظريف قوي، وهنستخدم لبن لبنيتا كامل الدسم في احلى رز بلبن، وسهل جدا جدا، احلى من بتاع بره بكتير. بتوع بره عاملين حركات وافتكاسات ومش عارفه ايه، احنا هنعمله النهارده باسهل طريقه وباطعمه برده مختلفه، هتنبسطوا منها قوي ان شاء الله. فاصل بسرعه، نرجع طول بعد الفاصل نعمل اول وصفه طاجن او صينيه البطاطس البيوريه بالفراخ. خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفه دلوقتي مع بعض، طاجن البطاطس البيوريه مع الفراخ، حلوه قوي ومتكاملة على بعضها. ممكن كمان نضيف لها شوية خضار لو نحب، هقول لكم ازاي دلوقتي، بحيث ان انت تبقي عملتي حاجة واحدة بس كده وخلصنا، مع شوية سلطة وزي الفل. هقول لكم المقادير. بصوا، انا معايا بطاطس مسلوقة ومهروسة، دول كيلو من البطاطس المسلوقة المهروسة، هحط عليهم ملح وفلفل، مكعبين ولا حاجة من الزبدة السايحة عشان يعملوا طعم حلو للبطاطس. عايزين نحط مثلا رشة خفيفة من جوز الطيب اختياري، مفيش مشكلة، وتبقى جاهزة معانا. نيجي بقى للحشوة. معايا صدور فراخ متقطعة حتت صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، او ممكن اوراك او ميكس ما بين الوراك والصدور، متقطعين حتت صغيرة، هنشوحهم مع فلفل الوان، بصل متقطع مكعبات، لو عندك مشروم عايزة تضيفيه مفيش مشكلة، وهنشوحهم كده ونقلبهم مع بعض بمعلقة زيت وحتة سمنة، وطبعا هنحط لهم ملح وفلفل بس كده. وبعد كده نعمل طبقة من البطاطس، وفي النص الحشوة، ومن فوق طبقة تانية من البطاطس، ومعايا شوية جبن بقى، ميكس جبن موتزاريلا وشيدر على وش الطاجن من فوق قبل ما تدخل الفرن، وبس خلاص هتبقى خطيرة ان شاء الله، تعجبكم قوي. عايزة احضر الحشوة اول حاجة في الطاسة هنا سخنة كده، هنحط زيت، وعايزة انزل اول حاجة بالفراخ. عايزة الفراخ كده ايه، تتقلب كده وتستوي، واحنا مقطعينها حتت صغيرة يعني مش هتاخد وقت ابدا، هتلاقوها على طول استوت. بسم الله. كده هي صغنونة فهتستوي على طول، مش هتاخد وقت ابدا. ممكن تستبدلي الفراخ بلحمه مفرومه متعصجه، مفيش مشكله، عندك بواقي فراخ تنفع، صحصحيها كده في حته زبده الاول، تمام، زي ما انا بعمل كده لو هي مستويه، كل ده ينفع مفيش مشكله. انا كده ايه، الطاسه علشان كانت سخنه، فاول ما حطيت الفراخ على طول ايه قفلت زي ما انتم شايفين كده. عايزه احط لها رشه ملح وفلفل، فلفل دي كده ايه، تنزل ميتها خفيف، ده كده زي الفل مفيش مشكلة. هنزل بقى بالبصل، كنت كمان عايزة احط حتة سمنة كده صغيرة، ونقلب. يا سلام ريحة السمنة مع البصل، ياه ايه ده، حتة سمنة بلدي كده والبصلاية معاها بتعمل قلق اهو. وهنزل بالمشروم زي ما اتفقنا كده، ايه اختياري المشروم، لو مش عايزه تحطي مفيش مشكله. نقلب، ومعايا برده شويه فلفل الوان، او ممكن فلفل رومي اخضر مفيش مشكله. وهي دي كده الحشوه، محتاجاها بس ايه تتقلب حلو، وكل الحاجات كده تدبل والفراخ تستوي، وهي اوريدي استوت خلاص قبل ما نحط الخضار.
لانها متقطعه صغير فعلى طول يعني ما خدتش وقت. عقبال بقى من الكلام الحلو ده كده ياخد ويدي مع نفسه، تعالوا ايه نركز بقى في البطاطس. البطاطس المسلوقه المهروسه هنحط لها ملح وفلفل، حط كده ايه ملح، شويه ملح حلوين كده، وفلفل اسود، فلفل اسود تاني كده، ورشه خفيفه من جوزة الطيب تعمل طعم حلو قوي مع البطاطس. وزي ما اتفقنا معانا زبده سايحه كده لذيذه. وايه بقى، ونقلب الكلام الحلو ده مع بعضه كويس قوي. بايدي هيبقى افضل عشان اضمن ان الزبده تدخل في البطاطس كلها كده، تبقى بقى خطيره. طبعا الحشوه اللي احنا حاطينها على النار بتاعه الفراخ دي نقدر نضيف لها اي خضار، ممكن بسله وجزر، ممكن نضيف لها شرايح من الكوسه او متقطعه مكعبات كوسه، برضو هتبقى لايقه جدا وهتبقى حلوه قوي. ادي كده ايه، بصوا البطاطس معايا بقت هايله، اطمنت ان الملح والفلفل دخل فيها كويس قوي، وكمان الزبده. معايا طاجن بقى بيدخل الفرن ظريف، هنجيب كده ايه مثلا المعلقه الحلوه دي، وناخد كده من البطاطس وايه، وافرد جزء كده من البطاطس في الطاجن، واعمل كده الرق الاولاني يعني، علشان هحط رق تاني من البطاطس بس فوق الحشوه كده. ادي الحشوه الظريفه، حاجات فيها دبلت وبقت ريحتها خطيره. ناخد كده من الحشوه ونحط، ريحتها تجنن تجنن كده، نوزعها كويس. زي ما قلت لكم تقدروا تضيفوا كوسه، بسله وجزر، يعني اي انواع خضار تحبوها تنفع تتحط ما دام اتشوحت مع الفراخ واستوت خلاص يبقى تمام التمام. كده انا حطيت الحشوه، ناخد برضو بقى ايه رق تاني كده من البطاطس على الوش كده اهو، ممكن استخدم ايدي بقى هتبقى احسن، ونقفل كده الايه البطاطس على الوش. يا جماعه الطاجن ده لذيذ قوي قوي، طعمه حلو جدا اهو كده بالشكل ده. ومعايا بقى شويه جبن، ميكس جبن زي ما قلت لكم، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه رومي، زي ما تحبوا كده. ونحط بقى ايه الجبن كده على الوش، وندخل الطاجن اللذيذ ده الفرن، فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص لمده تقريبا 20 دقيقه مش اكتر من كده، وفي الاخر خالص نفتح عليه الشوايه. مش هياخد وقت بس يعني هو ال 20 دقيقه دي لغايه ما الحاجات كده ايه يعني تختلط ببعض كويس بس كده. ويبقى عندك بقى حته طاجن بطاطس من فوق بطاطس من تحت والحشوه من جوه، طعمها تحفه ولذيذه جدا واخر لذيذه. طبق سلطه بقى والمدفع يقول بوم ومحدش يكلمني. هندخل دي الفرن ونشيل الحواويس، ونيجي بعد الفاصل بلبن لبنيتا اللذيذ ده نعمل احلى رز بلبن باربع نكهات عندنا، هوريهم لكم ان شاء الله بعد الفاصل، خليكم معانا. لبنيتا معانا لبن لبنيتا، هنعمل رز بلبن خطير ملوش حل، وهقول لكم ازاي تقدروا تضيفوا له كده كام نكهه لذيذه قوي هتنبسطوا منه جدا جدا. طبعا لبن لبنيتا منتج مصري محترم جدا وحبيبي حبيبي حبيبي، انا بحبه قوي، قلت لكم قبل كده يعني ده غير طعمه التحفه، حتى شكل العلبه يجنن، انا بحب قوي الحاجات دي. بصوا هقول لكم المقادير، انا معايا لتر من لبن لبنيتا، لبن حليب كامل الدسم، هنحتاج معاه نص كوبايه من الرز المصري، ومش هغسل الرز ولا اي حاجه،
هعتمد على النشا اللي في الرز عشان يطلع لي رز بلبن تحفة زي بتاع المحلات. هحتاج نص كوباية من السكر، كوباية من كريمة الحلويات اللي هي كريمة الخفق للحلويات، تمام؟ هي بصراحة هتبقى ظريفة، لو عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة، هي بتدي دسامة أكتر يعني، لكن لو عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة، لبن لبنيتا هو أصلا كامل الدسم وهايل يعني خطير. هنحتاج كمان ممكن كيس من الفانيليا معاهم بس كده. ونيجي بقى النكهات اللي احنا هنحطها على الوش، معانا اكتر من حاجه، ممكن نستخدم الشوكولاته السايحه، ممكن نستخدم فستق، ممكن بسكوت مطحون، ممكن نستخدم مكعبات فراوله، مكعبات مانجا، اي حاجه تحطوها على الوش بقى بتاع الرز بلبن وهو داخل التلاجة خطيره، وتهنوا بيه بقى وبالف هنا وشفا. بصوا انا معايا الحله هنا، اول حاجه محتاجه اعملها ان انا احط اللبن علشان يسخن واحط عليه الرز. الرز زي ما قلت لكم مش هغسله، فانا هستخدم لتر من لبن لبنيتا كامل الدسم، تمام؟ افتحه كده بس كده، وهاخد اللتر كله هحطه في الحل. بسم الله، انا عايزاه ايه يسخن ويغلي علشان احط ايه معاه الرز اهو. انا عايزه الرز يشرب من اللبن ومن دسامه اللبن ويخليه كده ايه يتفتح ويستوي. فانت قدامك حاجه من الاثنين، يا تستني على اللبن زي ما انا حطيته كده لغايه ما يغلي تماما، وبعد ما يغلي تهدي النار وتحطي نص كوبايه الرز المصري اللي احنا قلنا لك عليها، وتغطي الحله وتسيبي الرز منقوع في اللبن كامل الدسم من لبنيتا لمده مثلا ساعه. الله ده الغطا بيعمل صوت حلو قوي. لمده ساعه هتلاقي اللبن بارد، بس الرز بقى من النقعه دي بتاعت اللبن السخن هيبتدي يفتح ويستوي، ترجعي تشغلي عليه النار تاني وتبتدي تكملي بقيه بقى المكونات اللي هي سكر، كريم شانتيه لو عايزه تحطي، او كريم الطبخ ممكن نحط فانيليا، كل بقى الحاجات اللي انت عايزه تحطيها بعد ما الرز يكون استوى، تمام؟ فانا معايا هنا اللبن هحطه على عيني لغايه ما يغلي ونحط معاه الرز. وانا هنا بقى معايا الحله دي فيها اهو لبن لبنيتا والرز اللي اتنقع فيها لغايه ما استوى. بصوا هوريه لكم، بصوا اهو الرز فتح واستوى. انا عايزه بس اطفي النار اللي قدامي دي. الرز فتح واستوى واتنفخ كده من ايه شربه للبن، الرز شرب اللبن لبنيتا اهو. بصوا يطلع معاكي احلى رز بلبن. في ناس بتحب تنقعه في ميه وبعدين تبقى تضيف له اللبن، لكن انا بصراحه بحبه يبقى ايه مستوي ومنقوع في اللبن. بعد كده بنبتدي بقى نحط له بقيه المكونات، بنحط فانيليا، بنحط سكر، احنا حاطين 4 كوبايات كبار من لبن لبنيتا كامل الدسم، فهنحط تقريبا 4 معالق كبار من السكر، يعني كل كوبايه لبن معلقه سكر، فاهمين قصدي كده؟ زي ما قلت لكم ممكن نحط كريمه خفق او نحط قشطه او ما تحطوش خالص مفيش مشكله. انا حطيت اهو 1/4 كوبايه، مش هزود لان لبن لبنيتا اصلا كامل الدسم فهيبقى ظريف جدا معايا. بس كده عايزاه يسخن، اول ما بيسخن يبتدي يغلي من غير ما نحط نشا ولا اي حاجه. كميه الرز اللي احنا حطيناها فيها نشا كفايه قوي يربط لك رز بلبن فيبقى قوامه حلو، لا قوامه تقيل قوي ولا قوامه سايب قوي، لا اديكي قوام مظبوط، تمام؟ بس كده. ونبتدي بقى بعد كده نغرفه، بس هو كده محتاج يسخن ويغلي الاول ويبقى خطير. احنا معانا واحد هنا هوريه لكم كاس كده ايه زي الفل من الرز بلبن. بصوا القوام اهو، هي استاذه صموره ماشي اهو، قوامه تحفه وبارد وزي الفل يجنن ملوش حد. استنى اما احط مع لبنيته كده اهو عشان تبقى باينه البقره الحلوه دي. بصوا معانا بقى بسكوت، ازاي يا استاذه سمر؟ كده يا استاذه سمر حاضر. معانا بسكوت مطحون، شوكولاته سايحه، فراوله متقطعه مكعبات صغيره، مانجا متقطعه مكعبات صغيره، زي ما تحبوا. وناخد منها كده ونحط ايه على وش الرز بلبن. انا معايا بسكوت مطحون خطير، نوزع كده عشان نزين الرز بلبن، او نزينه بالطريقه العاديه خالص بقى، رشه قرفه وزبيب براحتكم. لكن بما اننا في عصر الافتكاسات فقلت بقى ايه نعمله بنكهات زي بتاعت المحلات كده، بس ممكن كمان نحط كريم شانتيه مثلا براحتكم. انا معايا هنا
بصوا انا شايله ورد، ورد مجفف في كيس بلاستيك حبيبي. احب ازين بيه الحلويات. استنى ممكن نحط برضو كده ايه كام ورده كده لزاز في الرز بلبن، بلبن لبانيتا الخطير ده. ورد مجفف بيتاكل عادي خالص، خطير اهو. مفيش لذاذه بقى اكتر من كده، احلى رز بلبن والله يا جماعه، جربوه وادعوا لي. واحنا عاملين كل النكهات اللي انا قلت لكم عليها بالبسكوت المطحون وبالفستق والكريز والشوكولاته والفراوله. هحط كمان اللي انا عملته ده هنا معاكم هنا بس كده، ان شاء الله تجربوهم وبالف هنا وشفا. الحلقه خلصت. عملنا اول وصفه مع بعض طاجن البطاطس البيوريه، وحطينا في الحشوه فراخ مع خضار كده، وصفه ظريفه وسهله جدا زي ما بقول لكم، عايزه بس طبق سلطه وبالهنا والشفا. والوصفه الثانيه عملنا رز بلبن بالنكهات الحلوه دي، واستخدمنا لبن لبانيتا كامل الدسم، خطير يا جماعه، عمل لنا احلى رز بلبن سهل وسريع، نقدر نعمله بكذا طعم، جربوه وبالهنا والشفا. بشكركم جدا جدا ان انتوا تتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكل بيتي. اتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. باي باي.